إخواني أخواتي، سلام الله عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم العقارية مفتاح العقار. اليوم وبفضل من الله عز وجل كنقدم لكم شقة جات بالطابق الأرضي، كتواجد بتجزئة أرغانة، شقة بالمساحة ديال 76 متر مربع، وكتبقى في الثمن ديال 46 مليون مع إمكانية ديال التفاوض. طبعا بالنسبة لهذه الشقة عندنا فيها جوج ديال الغرف وصالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ مجهز. طبعا بالنسبة لهاد الشقق فيهم الدعم، شروط الدعم متوفرة، هادو عندنا فيهم إن شاء الله شروط استفادة من 7 مليون بإذن الله. بالنسبة للترتيب ديال هاد الشقة غادي إن شاء الله نعطيه لكم بالترتيب إن شاء الله، ابتداء من الباب ديال لونتخي اللي هو هذا باب ديال العود، نوع ممتاز. على الدخلة كنوجدوا الحمام، حمام لي مخدوم مزيان كيف ما كتشاهدوا ما شاء الله، وعندنا الغرفة الأولى يعني غرفة ديال النوم إن شاء الله هي هذه، فيها الحمام وفيها كذلك البلاكار كوليس بجوج ديال البيبان. عندنا الشرجم كيطل على لاكور، الإشارة هاد الشقة راه جات سفلية فيها لاكور إن شاء الله، لاكور بالمساحة القانونية يعني لاكور كبير ومشمش ما شاء الله. صالون مساحة كبيرة كيف ما كتشاهدوا، وعندنا الغرفة اللي كتشاهدوا الثانية هي هذه، غرفة فيها بلاكار. بالنسبة للغرف اللي عندنا في هذه الشقة بجوج فيهم إن شاء الله البلاكار، وكذلك عندنا مطبخ كما كتشاهدوا مجهز، عندنا فيه تريو اللي كيف تشاهدوا هو هذا، اللهم بارك. إخواني اللي بغى يتواصل معنا على قبل هذا العقار، الأرقام ديالنا كتبقى هي كيف ما عودناكم 0766 78 30 12، أو 0600 31 72 17. إخواني أخواتي، إلى هنا دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.